هن نسوة لم يمنعهم انتشار وباء كورونا من إدخال الفرحة على المحتاجين خلال شهر رمضان. فمع حلول شهر الفضيل تقوم عدة جمعيات خيرية بولاية وهران بتحضير وجبات ساخنة وتوزيعها على المحتاجين والأشخاص دون مأوى. احنا كاع جوارين هنايا دخلنا في هاد لاسوسياسيون رانا نعاونوا فيها نطيبوا. مادابينا كون يكونوا بزاف تاع الناس كيما حنايا ماشي غير حنايا، باسكو كاين اللي راهم محتاجين ماشي غير حنا اللي محتاجين، ماشي غير هادو اللي رانا نعطوهم. وزعما الحمد لله أهل الخير راه منهم بالزيادة. ساعات قبل الأذان المغرب تجتمع أعضاء لجنة الوفاق لتحديد أماكن توزيع وجبات الفطور بوهران. فمع غياب موائد الرحمة هذه السنة تجوب هذه الجمعيات الشوارع لإيصال الوجبات للمحتاجين. دايرين هذه المبادرة منذ 12 مارس، رانا بديناها ب 100 وجبة غذائية ساخنة وطلعنا العدد حتى وصلنا ل 200 وجبة غذائية يوميا. وعلى غرار الجمعية التي تنشط بكثرة خلال شهر رمضان، يقوم أبناء حي سيد الهواري العتيق منذ أسابيع بإطعام العائلة المحتاجة في الحي. دروك من جا رمضان رانا جينا عند خونا هنا غير ما كاينش مشكل نعاونكم، هاولا مولي سطورة هو طيب هو كلشي. وانا غنسخفوا عشية نتلاقوا مع العشية، واحد يدير 50 واحد 100 واحد من نلمو، وانا صباح راه ندير المرشي ونجيب ونكلوا الناس قريب 100 واحد بها بالحليب بالتمر. انتشار وباء كورونا هذه السنة لم يمنع الجزائريين من التكاتف في فعل الخير، وهذا مع احترام كافة شروط السلامة والأمان.